السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقاء الصدارة يجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول، ديربي إنجلترا على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة ينتظرها عشاق البريمير ليج. ليفربول في المركز الثاني ب 33 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الأول ب 36 نقطة. تفاصيل أكتر عن المباراة، يلا بينا نبدأ. ما تقولش حاجة، نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير 2021 في الجولة 18 من عمر الدوري الإنجليزي للمحترفين. يسعى مانشستر يونايتد الحفاظ على الصدارة، بينما ليفربول يسعى لاقتناص الثلاث نقاط الغالية في عمر البريمير ليج. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول بي ان سبورتس اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 2. اما عن توقيت المباراة، ستنطلق المباراة في تمام 7:30 بتوقيت كل من السعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت والبحرين والاردن ولبنان، 6:30 بتوقيت كل من مصر والسودان وليبيا وفلسطين، 5:30 بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، 8:30 بتوقيت كل من الإمارات وعمان. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ينتظرها الكثير من عشاق الكرة الإنجليزية. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، من فضلكم لايك للفيديو واشتراك في القناة وتوقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟